بكري ما بيعرف انك زلمتي صح جميل؟ صح؟ لا معناتها هو خطف بنتي بس مشان يطلب فدية. مفكر اني زلمي غني وبس. اكيد رح يبعت حدا. هن كانوا بهالعربي وحتى ما نعرف اثرهم تركوها هون وكملوا مشي. طلعوا فيني قطاع الطرق بحسوا بالامان بالاماكن الفاضيه، فهمتوا؟ ما بتتركوا مكان وما بتدوروا فيه عليه هون وبالذات بالاماكن الفاضيه. يلا شايف عصفوره عم تعرج والعصفوره الثانيه ما قبلت تتركها. شو كانوا انتوا فكرتوا انكم رح تقدروا تهربوا مني؟ انتوا غلطانين. شيل ايدك عنا. انت بتخرب كل شي بتلمسه. ما فهمت. ما فهمت مو؟ من وقت ما ولدت انت ملعون وبتاخد لعنتك معك على كل مكان بتروحه. اذا ما طلعتوا الرصاصة رح موت من الوجع. هلا بجرسم جرحي يا اما رح انزف لحتى موت. هالحكي معناته انه قوة بوريس في مكان بتوقف عنده وما قدر ينقذ بنته، مو هيك؟ لارا ليش ما عم تصحى؟ نايمة بعمق هلا. بس هي رح تعيش مو هيك؟ اللي هي رح تعيش؟ سيد بوريس اجى اسعد باشا. خليكي معه قول بهار. يلا قولي منين بتعرفي هالموضوع؟ انا بعرف منيح انك تكلفت بالبحث عن كل شي بخص بوريس وبهذا الدفتر اللي موجود قدامك هلا في معلومات مهمة كتير. ومثل شو هالمعلومات؟ بوريس هارياس أخذ 20 مليون ذهبية من صراف ألماني كبير لحتى يأسس بنك بهالبلد. شو اسمه؟ اسمه ميار. كيف عرفتي هالأمور؟ في معك شي أدلة؟ أنا اللي سلمته أصلاً صك المصاري. ماشي طيب ليش لحتى تقليلي هالشي عنه؟ لأنه يا سيد حسام أنت بعد شوي رح تتعرض لأزمة قلبي. شكراً كتير لأنك عطيتني الدفتر بسهولة. الحمد لله على سلامتها سيد بوريس، بتمنى له الشفاء العاجل. أسعد باشا نحن مو بس منكم مسؤولين عن الشي يلي منقدر نعمله، نحن مسؤولين عن الشي يلي ما قدرنا نعمله كمان. الكل مذنبين بهي الحادثة وبالأخص أنا لأني ما كنت متوقع أبداً أنه يجينا من بكري كل هالمصايب هي. وين هو هلأ؟ هو بالسجن وعم ينزف هلأ وعم يستنى الموت. بعتت رضا ليخلص عليه. الناس يلي من هالنوع بيعملوا أي شي لحتى يضلوا عايشين.
احتمال هذا بكري فاجأك. طيب شو نعمل؟ رح ننهي الموضوع من أساسه. روح جيبه لعندي. أمرك سيدي. جميل، أنا بعرف منيح أنه أنت عملت يلي عليك وزيادة، وبعرف كمان أنه المسؤول عن هالحادثة أنا مو أنت. الإخلاص والذكاء، طالما هدول الشغلتين موجودين بجميل فما رح أتخلى عنه أبدا. مولانا السلطان سمع بهالحادث، ومعالي قال إنه بيتمنى لها الشفاء العاجل. نحن تسرعنا بالشي اللي عملناه كتير. نحن كنا رح نأسس البنك عن قريب، بس الطمع مع عيوننا. من اليوم ورايح ما عاد نتسرع أبدا، وأنت كمان ما عاد تعمل أي تصرف لحالك أسعد باشا. كلامي مفهوم؟ طبعا مفهوم. في عندي موضوع تاني سيد بوريس. عزيزة عايشة، وراح تضل عايشة طالما أنا بدي هالشي. أول ما بتفوت رح تشربوا من هذا الشراب. حاضر. على فكرة اللبس يلي لابسينه لبالكن كتير ها؟ يا سجان افتح لي هالباب. موت يا بكري ولا تعبنا معك. الموت بأمان الله يا رضا. وعك تفكر لك رح تنفض بعملتك. رح نشوف يا بكري. وقفوا. شو عم تعمل يا رضا؟ يا ترى مرافق مشرف الداخلية شو في إله شغل هون؟ أنا جيت بأمر المشرف، السجين جريح وبدنا نشوف وضعه. شوفوا وضعه. ومين فيكم الطبيب؟ رضا، هالقضية مو من اختصاصكم، هذا شغلنا نحن. ديروا بالكم عليه. اطلعوا. يلا.
مو شايفين الرجال مجروح؟ ليش ما حدا عالجه لهلأ؟ سيدنا أنا حليت هذا الموضوع لحالي وبإذن الله رح أتحسن. يلا روح طلب الطبيب. يلا أمرك سيدي. أنا قاضي جلتا قياس الدين خاتمي. يعني أنت بتعرفني؟ ليش في حدا ما بيعرفك بهالبلد هاي؟ يلي ما بيعرفك إلى إله قبر يقعد فيه أحسن له. ماشي بكري، نعرف ما قتلته لحسن، بس أنت كان لك إيد بحوادث كتيرة من قبل. عند مين بتشتغل؟ يلا أحكي بسرعة لشوف. أنت رح تعفي عني مو هيك؟ أنت قاضي عادل. حاشا لله، اللي بيعفي عن العباد هو الله. بس أنا رح يصير وضعي بخطر إذا حكيت لك كل شي عندي، وحتى لو طلعتني من السجن بعد 5 دقايق بس وضعي رح ينتهي. لو ما اجيت كان وضعك رح ينتهي وانت موجود بالسجن. طالما عندك معلومات مهمة فكرهم رح يتركوك عايش يعني؟ بكري اسمعني منيح، رح انقلك على سجن تاني لحتى أمن على حياتك وبعدها منحكي بعقوبتك. خلصني من القصة وانا بحكي لك كل شي عندي. هدول هن ضباطي، رح يضلوا مناوبين هون طول الوقت لحتى ما يصير لك شي، وانا رح اضبط اجراءات النقل وبرجع. يا حضرة القاضي قياس الدين، ما حدا غيرك رح يقدر يحل هالموضوع. حبيبة قلبي لا تموت يا عمري، يلا قومي لارا. أنا شو رح أعمل بلاكي هلا؟ بوعدك إني ما ضايقك مرة تانية. أنا مالي حدا غيرك، يلا ارجعي لي مثل ما كنتي. كيف وضعها؟ انت كم ولد بدك يكون عندك؟ اذا اولادي حيطلعوا مثلك اقل شي 3. اي بس معاشي ما بكفيهم. ولا يهمك، الله بيبعت رزقتهم. صدقني انا كتير مبسوطه لاني جنبك وما بدي فيق من هالحلم ابدا. كل حلم مصيره يخلص يا لارا. شو اللي عم يصير؟ شو اللي عم يصير؟ ما بدك تفيقي من الحلم بس هن رح يفيقوكي منه. وضع عم يسوء. ونبضه كل شوي عم يقل. بنتي
الحمل يلي على كتافي كبير. ضميري عم يعذبني، ما عاد فيني اتحمل يا عبد الله. مصطفى، بإذن الله رح يصير كل شيء مثل ما بدك وأحسن، بس اصبر شوي. لا لا، أنا كنت عم أغلط يا عبد الله. لارا كانت عم تركض لعندي، بس أنا كنت واقف وما عم بتحرك. خليتها تبكي وأنا ضحكت. كيف بدي فهمك إياها عبد الله؟ أنا ما عملت شي من شانها. أنت مثل أخي يا مصطفى، وأعز من أخ كمان. دمرت حياتي وحياتها لهالبنت. ما في حدا بالدنيا بيقدر إنه يوقف يوش مصايب أكبر منه، صدقني. أنت عملت اللي لازم ينعمل. Koyun sularımı kazan dolunca aman 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 ölüm zalim. Al başımdan bu sevdayı götür yâre. Aman ecel canım ecel. Üç gün ara. حضرة القاضي، خير شوفي بهالوقت؟ جاي لموضوع مهم. هذا بكري اللي مسكناه، بدي انقله على سجن تاني وبسرعة. ليش؟ قال إذا نقلناه على مكان تاني آمن أكتر، فهو رح يعطي إفادته بخصوص قضيتنا، ورح يعترف عن كل جرائمه وجرائم شركائه كمان. قلت لي مكان آمن، برأيك سجن جلتا مو آمن بما فيه الكفاية يعني؟ حضرة القاضي، بكري رح يضل بمكانه. أنا ما فيني أعتمد على كلام واحد حرامي مثله وأخذ هيك قرار. بس هيك رح يكون في خطر على حياته. حضرة القاضي،
قبل شهر كانوا رح يغتالوني أنا، وهنن قتلوا زوجتي بهجوم بالمتفجرات. ما حدا فيه أمن على حياته. نصيحتي إلك هي إنك ما تاخد كلام هالحرامية بشكل جدي، لأنه هدول الناس بس لحتى ينقذوا حالهم مستعدين إنهم يكذبوا ألف كذبة. طيب لكان سمعني منيح حضرة المشرف، اليوم أنا رحت وحطيت ضباطي الخاصين حتى يحموا بكري بالسجن، وهلأ موجودين هنيك. ليش؟ لأنه يا حضرة المشرف مثل ما تفضلت قبل شوي وقلت، ما عاد في حدا عم يأمن على حياته، ولهيك قلت بعمل اللي علي. عن إذنك. تعال. جلالة السلطان، الصدر الأعظم طالب يقابلك. خليه يفوت فورا. جلالتكم. تفضل يا باشا. أنا كنت عم حاقق بموضوع السيد بوريس زهارياس مثل ما أمرتني. ممتاز. بس للأسف الشخص اللي كلفته بهالمهمة يلي هو الكاتب السيد حسام الدين مات بأزمة قلبية بمكتبه. الله يرحمه. آمين يا رب. جلالتك، هو ما كان في شيء، والأزمة القلبية اللي إجته ما لها سبب بنوب. أنت بتشك إنه في حدا قتله يا باشا؟ نعم جلالتك. بوريس زهارياس ماله غبي لحتى يدخل حاله بجريمة واضحة مثل هي. ممكن الفاعل يكون من الاستخبارات الأجنبية؟ نحن لهلأ عم نحقق. بهالطريقة عم تتعقد الأمور. الرجال يلي بده يأسس بنك للدولة المصايب أبداً ما عم تفارقه. القصة واضحة كتير، الدول الأجنبية عم يعملوا كل جهدهم بس لحتى ما يخلونا نأسس هالبنك، وكمان بدهن يانا نغرق بالمشاكل. أوعكن تحسسوا بوريس بأي شيء، ونفذوا يلي بيقوله لحتى نشوف مين ورا موضوع القتل. بتكملوا تحقيقاتكن مع القاضي قياس الدين وبتنهوا لي هالقصة يا باشا. كلام جلالتك أوامر. العمر إلك باشا. الله يطول بعمرك يا جلالة السلطان. آمين. رح تمرق بدون إذن؟ السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام. يا ترى فيني أقعد عندك؟ إيه تفضل لشوف. الكلب مبسوط أكثر منك. خير، شو هو همك يا تلميذ القاضي؟ همي؟ احكي لي شو همك وعندي حل. همي كبير. من وين بدي بلش؟
الهم بيدلك على الطريق، بلش من المكان يلي بدك اياه. حاسس انه جريمتي كأنه حبل ولافف على رقبتي، وانه دولتي عم تشده طول الوقت. في كتير ناس حوالي بدهم يقتلوني وعم يستنوني اوقع، ويلي بحبه على فراش الموت، وقارب صديق لإلي أخدوه مني كمان، وأخي اللي بحبه قتلوه. وهلأ قلي منين لازم بلش؟ الخوف يا ابني، الخوف. الخوف هو يلي بيعملك سجين. خايف إنك تخسر حبيبتك، وخايف إنه تخسر حياتك وتموت. أنت جاهل وما بتعرف إنه الحياة طريق سفر. معقول تدمر حالك بسبب مصايب نزلت على راسك؟ يا جاهل، كل يوم بعد العتمة بتشرق الشمس من جديد، والقوي مو يلي بيموت بطل، القوي هو يلي بيعيش حياته بطل. رب العالمين وهبك الحياة، وانت ما لازم تضحي فيها ببساطة، لازم تطلع لبرا وتحارب. في ناس واثقة فيك، وقوعك تروح الثقة، ولا تفكر بأنك ضعيف. والشغلات يلي تقيلة عليك تركها لنا، يلا روح بسرعة. الله يعطيك العافية. روح وبعث لي ممرضتك. ما فهمت؟ لا فهمتني. يلا استعجل. ادخل. حضرة المشرف، أكيد فشلت مرة تانية، مو هيك يا غبي؟ كنت رح خلص عليه بقى. بعرف، هذا القاضي قياس الدين حط بكري تحت حمايته. شو بدنا نعمل هلأ؟ شو بدنا نعمل يعني؟ إذا بكري فتح تمه هلأ كلياتنا رح نحترق. بتعرف شو رح تعمل يا رضا؟ أنت ما رح تخلي اللي اسمه بكري ينطق بأي حرف. عم يخطر لي شي، بس... بس شو؟ ما راحوا على البيت لسا؟ مناوبين من يومين. ليش؟ عم يقولوا انه بدهم يحموك. عطوا وعد للرقيب حسن ما رح يروحوا على البيت قبل ما تروح انت. فهمت. احيانا انا بقول لشو لحتى اروح على بيتي، لاني وقت بروح كل الافكار السيئه بتجيني، وبتذكر كمان وضع لارا. فشو اعمل؟ زيريك شريك. شو وين نحن؟ انت اجيت سيدي؟ نايمين على الواقف؟ يلا روحوا على البيت. لا مستحيل سيدي. يا من روح سوا يا من نبقى سوا. سيدي سيدي، منروح سوا منطبخ فاصولية ومناكل. والله انا بحبها كتير، طعمتها غير شكل. لك روحوا على بيتكم، مو جاي على بالي اضحك. اذا ما ارتحتوا مين يلي بده يحميني بكرة؟ ها
مزبوط. شو نعمل؟ لا تقلقوا، نحن منحمي سيدي اليوم. ايه لك قال نروح على البيت. طيب ماشي. يلا. اسمعوني، وثقنا فيكم، وإذا شعر منهم أزي فرح حاسبكم أنتوا الاثنين، فهمتوا؟ مناوبة موفقة. حضرة السفير. خير أنيتا، شو في كمان؟ شو هاد؟ هذا الدفتر أبي وميار بالدنيا، وكل شي بيقضي على بوريس حتلاقيه بهالدفتر. مالي مصدق، قولولي منين جبتو؟ أنيتا، ما فيكن تخلوا الإمبراطورية الألمانية لعبة بين إيديكن. الشيء اللي عم تعمليه عم يخلي الشبهات تحوم حوالينا، وما عاد بدي هذا الشيء يتكرر أبدا. أنت ما عليك غير توصل هذا لأبي وتساوي اللي بقلك عليه. يلا نروح، في عنا كتير شغل بدنا نعمله. باي. حضرة القاضي قياس الدين. تفضل. خير. سيادة الصدر الأعظم، الحابب يقابلك على انفراد. يا سجان افتح الباب. يا أخوات، مو حابين تشوفوا السماء والنجوم وشمس الصبح والقمر مرة تانية؟ حضرة الصدر الأعظم. يا حضرة القاضي، مقابلتنا هاي رح تبقى سر، لها سبب أنا ما ناديتك على القصر. إيه طيب تفضل، عم اسمعك. خير، شو القصة؟ مثل ما بتعرف مولانا السلطان كلف من فترة بوريس زهارياس بتأسيس البنك، وانت رح تكون بهيئة الإجراءات. حضرة القاضي، هذا البنك فيه له أهمية كتير كبيرة بالنسبة لاقتصاد دولتنا، بس مثل ما بتعرف طلعت لنا مشاكل كتير، وهالمشاكل عم تعرقل تأسيس البنك. ايه بعرف، عندي اطلاع على بعض المشاكل. بأمر مولانا السلطان أنا كنت عم حقق مع بوريس زهارياس بالسر عن طريقة كسبه للثروة، وين لقى رأس المال يلي حطه بالبنك. والكاتب السيد حسام الدين يلي حضرتك كلفته إنه يتابع هذا الموضوع اليوم مات نتيجة أزمة قلبية مشكوك بأمره. الله يتغمده بالرحمة. آمين. تتوقع في جريمة بالموضوع؟ مزبوط. نحن بعتنا جستو على مغسل الجنائز من دون علم حدا، وبطلب منك تعرف لي لغز الحادثة بأسرع وقت، وبدي إياك تتابع بسرية تامة الأمور يلي بتخص التحقيق بقضية بوريس زهارياس. أنا بأمرك حضرة الصدر الأعظم. حضرة القاضي، نحن ثقتنا فيك ما لا حدود، وبتعرف إنه تأسيس هالبنك مهم جداً لاقتصاد الدولة. يا سجان. انتبه منيح على اللي جوا، هدول قتالين قتلة.
واوعي غيبوا عن عينك. ها مرحبا، يعطيك العافية. العم حسن مربي الكلاب بده يشوفك. العم حسن؟ وليش؟ ما رضي إلي شي بنوب، بس أكيد هو بده إياكي بموضوع ضروري. يا ترى هو ليش بيربي الكلاب؟ لا تسأليني عن هالشغلة أبدا، كل واحد فينا في إله شغلة. في بهالدنيا حيوانات كتير بيحتاجوا للمساعدة، وهو عم يحاول يساعدهم. إيه فهمت أخي. يلا بالإذن. إذنك معي، لا تأخري. الله يكون بعوننا جميعا. ابني تفضل سيدي. بتروح بتخبر مصطفى يجي على غرفتي. أمرك سيدي. تفضل تعال شوف مصطفى. طمني إن شاء الله هديت شوي. عقلي كله مع لارا. يا ترى رح تنفد ولا رح تموت؟ الله يكون بعونها يا رب، بس هي بنت قوية لا تخاف. كنت عند بكري اليوم، هو كان رح يحكي. شو بده؟ بده يضل عايش. لما رحت لهنيك كان رضا عنده. هالكلب الحقير. أنا حطيت 4 ضباط حراس عليه لحتى ما ينأذى. ابني بهالوضع الصعب أنا في إلي طلب مهم عندك. تفضل سيدي. رح نعمل تحقيقات سرية، وهي بأمر من السلطان شخصيا. هالتحقيقات حول شو؟ حول السيد بوريس زهارياس. وأول موضوع رح نحقق فيه هو موت الكاتب حسام الدين اللي مات بسكتة قلبية مشكوك فيها. وتحقيقاتنا رح تبلش بهالحادثة. السجناء 187 وعدد كامل سيدي. يعطيكم العافية، انصرفوا. ليش لحتى يحطنا حضرة القاضي حراس على عديم الشرف هاد؟ أكيد في شي بيعرفه. يا سيدي، ابني كان مريض كتير وبالي مشغول عليه. كنت بعدتك بس والله صعب. مو مشكلة، أنا ما حكيت من شان تبعتني، خلص انسى. ادخل. سيد بوريس، اجت الأنسة أنيتا. خليها تجي. سمعت اللي صار؟ الحمد لله على سلامتها. في شي بقدر أعمل؟ احكي شو بدك. اليوم نحن قدرنا نحصل على وثيقة مهمة كتير.
بس كون مطمن، هالوثيقة بأيدي أمينة. أنا بعرف أنت قتلتي هداك الرجال المسكين وعم تحاولي تورطيني أنا بقتله، وكمان أخذت الدفتر يلي عطويا وجاي تقليلي إنه بأيدي أميني بكل وقاحة. أنا؟ أنت. بتحبي قلك أنت شو؟ أنت بنت حلوة بس بنفس الوقت غبية. أنا عم أسس أهم بنك بهالدولة، مفكرة أني رح أترك أثر وراي ليديني؟ أنا عطيته الدفتر للكاتب حسام الدين يلي قتلتيه أنا. اندهاشك ببين أنك مستهيني بذكائي يا أنيتا. روحي خلي الصدر الأعظم يعمل الشي اللي بده إياه، وما رح يلاقي أي دليل.